أعزائي طلبة الطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 31 من برنامج مدرس على الهوا. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي بيتابعونا واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معانا النهاردة في الحلقة مستر خالد عطية، واللي هيشرح لنا شابتر 7 من القصة المكررة على الصف الثالث الثانوي، ذا بريزنر أوف زندا. صباح الخير يا مستر. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك وبالبرنامج وبالساده طلابنا بقى وبالزملاء الافاضل كلهم. تشرفنا بيك وتشرف بك العاده، الشرف لي. اتفضل حضرتك متعنا باثاره وتشريف مع شابتر جديد. اتفضل يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. Once again, my dear students, we are back again. I have the pleasure to be with you once more again in our distinctive program مدرس على الهوا. وبمناسبه مدرس على الهوا، ان شاء الله انتظروا قريبا أجمل وأمتع وأروع كتاب من إعداد زمايلي مدرسين وعمالقة اللغة الإنجليزية، إن شاء الله يبقى مفيد جدا جدا ليكو إن شاء الله. ده الكفر بتاع الكتاب، إن شاء الله هيبقى كتاب مفيد جدا وكله براكتس وإكسرسايزز، وهو طبعا براكتس ميكس بيرفكت، الممارسة هي اللي بتخليك أفضل كتير، مش كتر الشرح، هي العملية عايزة كتر حل. والميزة إن كله بالموديل أنسرز، وبالتالي هتسهل لك الدنيا كلها بإذن الله. تمام؟ Now let's get started. نبدأ بقى إن شاء الله. I hope you a fruitful day. I'd like to begin with the end of chapter 6. عايز أبدأ معاك الأول من آخر لقطة في chapter 6 اللي كان زملائي مستر محمد فتح الباب ومستر نبيل عرضوا النوفل. طبعا آخر بس لقطة في chapter 6 أفكرك بيها. After Sept and Rassendyll knew Michael's plan to get rid of the king. بعد ما قدر سبت وراسندل يعرفوا الخطة from يوهان، من يوهان طبعا، راسندل said there are only two ways to save the king. هما في طريقتين لإنقاذ الملك. First, if we have a miracle. أولا لو في معجزة كده من عند ربنا. Second, if one of the duke's men betrays him. أو واحد من رجال مايكل يخونه. تمام. يمكن مستر أحمد متذكر الأحداث معانا كويس أو بيفكرنا بيها. وكده كانت خلصت شابتر ايه 6 دي، النهايه بتاعته. كانت فين يا جماعه؟ كنا في حته اسمها تالنهايم. تالنهايم، واتس تالنهايم؟ ايه هو ده؟ البيت الريفي. افكرك، اتس ا كانتري هاوس ويتش بيلونجز تو ا ريليتيف تو فريتس. ده منزل ريفي كده زي ما المستر بيقول. بيلونجز تو ا ريليتيف تو فريتس، يملكه مش فريتس، ا ريليتيف، احد اقارب فريتس. تمام. يبقى احنا هنبدا الاحداث منين؟ من تالنهايم. تالنهايم، اوكي؟ ناو كده هنبدا بقى تشابتر 7 ذا بريزنر اوف زندا. نستعد بقى كده ونركز مع بعضينا، خد بقى وضعك كده وانتبه تمام، بي اتنشن. ان شاء الله يو ويل هاف جريت بينيفيت باذن الله، هتستفيد باذن الله قدر الامكان. راسندل بيكلم الريدرز وبيقول اي هاف جوت 3 بيسز اوف نيوز، جالي ثلاث اخبار. فيرست، بيبل اوف استرلساو نيو ذات، الشعب عرف ذات اي واز بادلي انجيرد وايل هانتنج ذا وودز، ان انا اصبت بشده وايل هانتنج اثناء عمليه الصيد في الغابه. سكند، تاني موقف او تاني خبر جالي، مايكل نيو ذا ثيم، مايكل عرف نفس الخبر ده. although he knew well how I had got my injury، بالرغم طبعا ان مايكل عارف اصابتي، لان طبعا احنا عارفين من الشابتر زملائنا شرحوا الاصابه جت ازاي، مش ايه مش هنتداولها دلوقتي. ثيرد، تالت خبر ايه؟ برنسس فلافيا، فلافيا اسك ذا مارشال، طلبت من مارشال ستراكنش اللي هو a very important person in the army، الشخصية المرموقة في الجيش اللي قلنا عليه زمان، طلبت منه قالت له ايه؟ to take her to تالنهايم، ياخدها تالنهايم ليه؟ to see the king، تطمن على راسندل. بالظبط كده. وفعلا as she came، اول ما وصلت and saw the king، وشافت الملك and they knew that the injury wasn't serious، عرفت ان الجرح الحمد لله اصابه بسيطه خطوره بالغه يعني، سو شي واز ريليفد، فطمنت وهديت وارتاحت. لكن يوهان كيم تو راسندل، جه يوهان لراسندل اند تولد هيم سام باد نيوز، وقال له على خبر مش كويس. ايه؟ هي تولد هيم ذات ذا كينج واز فيري فيري ايل، قال له ده الملك تعبان قوي اند هي از اباوت تو داي، وعلى وشك ان هم يموتوا او يموت. سو هي ديسايدد تو دو سامثينج تو ميك ا موف اجينست مايكل، قال بس لازم بقى ناخد خطوات ايجابيه في اتجاهنا لايه؟ لانقاذ الملك من مايكل. عشان كده سبت وراسندل وفريتس جاذرد، اتجمعوا وي 7 من، ومعاهم 7 من الرجاله، اند بيجان ذير فيرست ستيب، وابتدوا بقى اول خطوه. عملوا ايه؟ ذي ديسايدد تو اتاك ذا كاسل، قرروا يهجموا على القلعه. ات نايت، وبالليل
after preparing the ropes, weapons, and everything they needed. بعد ما جهزوا كل اللي محتاجينه والحبال والأسلحة والحاجات بتاع المعدات بتاع الحرب دي. At night, بالليل بقى, they decided to ride to the castle. قالوا يلا بقى نطلع على الايه؟ على القلعة. فلما يجي سؤالي يقول لي ايه؟ Why do you think they decided to go out at night? في اعتقادك ليه هم مشيوا بالليل؟ أكيد بالمنطق والعقل كده، أنت عارف عندنا critical thinking. They didn't want anyone to see them. عشان ما حدش ايه أكيد يشوفهم. It's a secret plan. الحرب بقى خدعة ودي طبعًا أسرار. المهم they reached near the castle. وصلوا يا جماعة جنب الايه؟ القلعة. مين بقى؟ ساب، فريتز، راسندل، and the seven gentlemen whom they trust. ومعهم سبعة من أقدر فيهم. الناس اللي بيثقوا فيهم وأقوى الرجال. اوكي؟ ساب asked the seven men to wait. ساب قال لهم هتستنوني انتوا a few hundred meters. A few hundred meters from the castle على بعد يعني 300-400 كده ايه متر من القلعة. يعني احنا كنا عاملين صورة كده. اوكي؟ ولو استأذننا الأستاذ المخرج بس لو الصورة اللي موجودة ممكن ينزلها معانا. This is the photo. دي مثلا الصورة اللي هي ممكن نحتاجها في شرح حاجة زي كده. لو احنا تخيلنا This is the castle of Zinda. ان دي يا جماعة القلعة بتاعت زندة. Okay. And behind the castle there was a mansion. ورا القلعة ده احنا عارفين there was a mansion. Mansion بمعنى small palace or small house. قصر او بيت صغير كده ورا القلعة. Okay. It's connected by the drawbridge. ويرتبط عن القلعة او بيوصله بالقلعة لو احنا فاكرين ده من chapter 1 بقى. The drawbridge اللي هو الجسر المتحرك. متحرك يعني ايه drawbridge؟ لو انا بص احنا يمكن جايبين صورة مقربة عشان نعرفه كده. This is the drawbridge. ده الجسر المتحرك زي ما انت شايف. متحرك يعني ايه؟ It's up and down. Up and down. يعني بيطلع وينزل كده. بيتفرد كده. تمام؟ Connect the castle بيربط القلعة with the mansion. تمام؟ ده اسمه drawbridge. اهو drawbridge. This is the moat. ودي المية. Which is around the castle اللي بتحيط بالايه؟ بالقلعة. خدنا اساتذتنا الافاضل مستر نبيل ومستر محمد كانوا وضحوا ان there was a stone pipe. Stone pipe في حاجه زي ماسوره كده. A stone pipe coming out from the window of the room of the king. خارجه من اوضه الملك leading down to the moat وتنزل على الميه. يعني احنا عاملينها بشكلين. ادي شكل وادي شكل تاني برضو اللي اوضح ليك بالنسبه لك كطالب. اهو stone pipe حاجه زي الالعاب اللي في الملاهي كده في الملاهي المائية والحاجات دي. اهي This is the stone pipe. دي الكتلة الحجرية. طبعا انت عارف او الماسورة الحجرية. انت عارف الخطة انهم هيرموا الملك فيها والكلام اللي اتقال قبل كده. اوكي؟ ف This is the castle and the stone pipe. ده الشكل اللي ايه اللي عندنا. لو احنا تخيلنا سابت asked seven men to wait here. طلب من سبعة اهم seven men. اكيد طبعا المخرج القدير جايب لنا الجزء ده. seven men طلب من السبعة يستنوا هنا. سابت اند راسندل وسابت وراسندل بقى climbed up the hill. راحوا طالعين على هيل بمعنى تل كده او جبل صغير يا مستر. تمام؟ هيل جبل او تل صغير. they climbed up the hill. راحوا طالعين على الجبل. سابت تايد اروب روب روب يعني حبل. راح سابت رابط حبل زي ما انت شايف بالشكل ده. this is the rope. اهو اللي ربط مين؟ سابت. بس اللي هينزل مين؟ راسندل. كلمه climb يتسلق عارفينها من ابتدائي. لو قلنا climb up يعني يطلع, climb down ينزل. تمام؟ فهنقول ان سابت tied the rope to a tree. ربط الحبل في شجره زي ما انت شايف. ومين اللي استعمل الحبل بقى؟ راسندل. ايوه برافو عليك انا سامعك اهو راسندل. تمام صحيين الناس. راسندل ها هنقول climb down ولا up؟ داون. داون بالظبط. يبقى الانجليزي مش صعب اصلك لازم تفهمها انجلش خلي بالك. راسندل climb down the rope. راح نازل فين؟ في الميه. ادي راسندل. احنا عاملين شكل تخيلي تو هيلب يو بس لمجرد المساعده يعني. هي بيجان تو سويم راوند ذا موت. ابتدى راسندل يعوم حوالين الايه؟ الميه. وبرضه لو ده مش واضح ادي راسندل اهو اوكي سويمينج ذير. وادي سابت واز ويتنج. سابت مستنيه. ذيس از ذا روب. وادي الحبل. اوكي بس اعتقد هنا الصوره اوضح. راسندل بيجان تو سويم. ابتدى راسندل يعوم راوند ذا كاسل حوالين القلعه. Then suddenly he saw the stone pipe. شاف الستون بايب
الماسوره. So he knew that فعرف he must be near the king's room. ان هو كده يا جماعه جنب اوضه مين؟ الملك. او بالقرب من اوضه مين؟ الملك. الملك. But he saw لكن شاف بقى حاجه غير متوقعه. Suddenly he saw a young man sleeping in a boat. لقى واحد كده في المركب guarding the castle. المفروض انه كان بيحرس القلعه. But luckily لحسن حظه he was sleeping. الراجل ده كان مين بقى؟ اسمه ماكس هولف. ماكس هولف. افكرك مين ماكس هولف ده؟ This is Johan's brother. اخو واحد اسمه يوهان. The king's servant. وبرضه ماكس ده is the king's servant. هو خادم مين؟ سوري is Michael's servant. Michael's servant خادم مين؟ مايكل. او one of Michael's men. احد رجال مايكل. Luckily Max was sleeping in the boat. لحسن الحظ يا جماعه ان ماكس ده كان نايم تماما في القارب with his gun ومعاه السلاح بتاعه والبندقيه بتاعته. فراسندل بيقول I swam quietly slowly towards him. عمت بالراحه كده ناحيته and I stabbed him to death. Stabbed him to death. طعنته حتى الموت. كلمه stab لو انت تفتكرها سهله قوي. احنا بقول كلمه كتاب كتاب هنقولها ستاب. كتاب ستاب. يبقى ستاب بمعنى يطعن. لو انا كطالب نسيت كلمه ستاب يعني يطعن هكتب ان راسندل كيلد ماكس. قتل ايه؟ ماكس. انا يهمني انا كمصحح عايز الايه جنرال مينينج المعنى العام. تستعمل ستاب تستعمل كيلد مش هتفرق حاجه. فهنقول ان راسندل ستاب دي ماكس هولف تو ديث. طعن ماكس هولف حتى الموت. طب ليه كده؟ راسندل بيفسر He justified killing Max. بيبرر قتله لماكس وبيقول Though I hated to do this. بالرغم ان انا كاره اللي انا عملته ما كنتش اتخيل ان اقتل. This is war. بس احنا في حالة حرب يا جماعة. If I didn't kill him هو هيقتلني. He would kill me. بالظبط. لو انا ما قتلتوش هيقتلني. هو واقف عشان يعمل كده اساسا. كمان هو انا قتلت مين؟ I killed Max Holf. What's Max? هو مين ده؟ Max Holf is one of Michael's men. أحد رجال مايكل who guarded the castle to prevent saving the king. ده بيحمي القلعة عشان يمنع إنقاذ الملك. And this is our mission. ودي مهمتنا. تمام. We went there. وإحنا رايحين ليه؟ To save the king of Rutenia. عشان ننقذ مين؟ الملك. Because this is fair. عشان هو ده الحق والعدل بتاع ربنا. عشان كده بيقول I had to. Had to. اضطريت وكان غصب عني. I had to kill Max Holf. اضطريت أقتل إيه؟ Max Holf. Then I now I was near the stone pipe. انا كده يا جماعه جنب ايه؟ الستون بايب بالظبط. I tried to move it a little bit. حاولت احركها كده. Luckily it wasn't fastened from bottom. لقيتها مش مربوطه من تحت مش مثبته. So it moved a little bit. فاتحركت سنه. اول ما اتحركت يمكن انت شايف هنا this is light. شفت انا نور كده. زي ما تكون المسافه اتفتحت سنه. I saw light. فشفت ضوء. أكيد أهو المخرج الفاضل جايبه لنا الضوء تمام؟ يمكن الصورة تقرب لنا الدنيا شوية. Then I heard voices. فلما اتفتحت سمعت أنا إيه؟ صوت. صوت مين؟ بعقلك كده اللي محبوس جوه مين لو إحنا فاكرين؟ الملك. The king, the real king بالظبط كده. Always guarded ودايما طبعا مع حرس. مين بقى اللي كان بيكلمه؟ ديتشارد. ديتشارد. الراجل الإنجليزي اللي اسمه ديتشارد. هيدور حوار ما بين ديتشارد والملك. ف ديتشارد said to the king بيقول للملك time to your bed time for sleep يلا نام بقى. The king said رد عليه الملك وقال له why doesn't my brother kill me now؟ ليه اخويا ما يقتلنيش واخلص بقى؟ في حد يتمنى موته؟ ما هو الموقف ده يقول لك ايه؟ في suffering. ان ذا كينج هنا سفر ده لوت مستر احمد بيقول لي في suffering في معاناه. سفر. He lost hope. خلاص فقد الامل. He wanted to die. تمام؟ فخلاص عايز يموت مش فارق معاه الموضوع بقى. بيقول له why doesn't my brother kill me now؟ يا ريت اخويا يقتلني بقى واخلص من اللي انا فيه ده. بص له قال له the duke doesn't want you to die. Not yet anyway. عامة مش هيموتك دلوقتي هتموت بس مش دلوقتي. Sleep. وراح قافل الباب وايه؟ وخارج. I could do nothing. ما باليد حيلة. انا حاسس بره مش عارف اعمل حاجة. I decided to go back. قلت ارجع. I used a rope. استعملت حبل كده. And tied Max's body. ورحت رابط جثة ماكس فيه. And pulled the boat with Max. وقعدت اسحب في الايه؟ في القارب ده. With Max toward the rope. في اتجاه ايه طبعا؟ الحبل. الحبل تمام؟ Then I
بولد ماكسز بادي تو ذا روب، رحت رابط جثه ماكس هنا بالحبل ده اند اسكت سبت، سبت واقف فوق على الجبل بقى زي ما قلنا تو بول هيم اب، بول هيم اب، ارفع يا ايه، ارفع يا سبت، اسحب يا سبت، سبت بولد هيم اب، سحبه ذن سبت ويسل، راح مصفر تو ذا سيفن مين، صفر للسبعه هو اتاك اللي هجموا بسرعه as soon as they began their attack، لكن اول ما هجموا we hear the many shots and the cries، سمعنا طلقات وصريخ. ايه ده تبادل اطلاق النيران زي ما بيقولوا بقى ما بين مين؟ اكيد ما بين سابتس مين راسندز مين، رجاله سابت وراسندل اجينست مايكلز مين هو جارد ذا كاسل، ضد رجال مايكل اللي بيحمل ايه القلعه. تمام. Then I hear the voice saying، وبعدين سمعت صوت بيقول ايه، save yourself Robert there are seven of them they have got me Robert، الحق يا روبرت دول مسكوني وانقذ نفسك انفد بجلدك. Then I saw Robert هنزو، وفجأة ظهر روبرت هنزو riding his horse، جاي كده ايه راكب حصانه، قلت فرصة. I ran towards him with my stick، رحت جاري عليه بالعصاية بتاعتي to kill him عشان اقتله. But Robert، احنا عارفين ان ده one of the best and the most dangerous man of the six men، ده واحد من اقوى رجال مايكل طبعا، عشان كده براعته ظهرت هنا. روبرت هينزو cut his stick into half، راح قطع له العصاية نصين with his sword بالسيف بتاعه وخد بعضه ايه وجري بالحصان. مين ده؟ روبرت هينزو. تمام. يبقى نتيجة كده ان روبرت هينزو فين يا جماعة؟ سكيبد يعني هرب. هرب. تمام. نتيجة بقى المعركة مين مات من الطرفين؟ قالك من رجالة مايكل اللي مات مين؟ لونجرام والتاني مين؟ كرافستاين. لونجرام and كرافستاين got killed أو were killed during the fight أثناء أو during the battle أو during the attack on the castle، أثناء الهجوم على القلعة اتنين ماتوا. مين هما؟ لونجرام اند كرافستاين. اوكي. مين دول؟ تو اوف ذا سكس مان، اتنين من ايه؟ الرجاله السته بتوع مايكل الاقوياء اللي قلنا عليهم. ولو حسبنا واحد كمان اللي مات لو انتوا فاكرينه التالت بقى اللي كان عند الميه اسمه ايه؟ ايوه ماكس هولف. اوكي. يبقى كده مات من عند راسندل كام واحد؟ ثلاثه. نفس الكلام راسندل بيقول وي لوست 3 اوف اور مان، احنا كمان مات من عندنا ثلاثه، يبقى نتيجه القتال 3 قصاد 3. اوكي. تمام. عشان كده راسندل بيقول after losing our three men، بعد ما مات مننا 3 we came back home، رجعنا هنا. هوم هنا معناها ايه؟ البيت الريفي تالنهايم، لان احنا كنا فين؟ في الكاسل. الهجوم كان هنا دلوقتي. تمام. لازم تبقى عارف الحوار ده او الايه خط السير ده. we came back home to تالنهايم with heavy hearts. heavy hearts معناها ايه؟ معناها قلوب حزينه يعني اكسبريشن كده، معناها فيري ساد. اوكي. رجعنا طبعا with heavy hearts واحنا زعلانين جدا. ليه؟ ببساطه we lost 3 of our men، احنا ثلاثه من الرجاله بتوعنا وقعوا. مات مننا كام؟ ثلاثه وقعوا بالظبط كده. وسبب كمان، هو احنا رايحين ليه اساسا؟ to save the king. Did we؟ وده لسه ما حصلش. احنا انقذنا لسه ما حصلش. يبقى we couldn't save the king. اول سبب ما انقذناش الملك. ثانيا we lost 3 of our men. ثالثا مايكل was still there او the king was still a prisoner، الملك لسه محبوس. So there is danger، الموقف كده في خطر على الملك. So we came back home with heavy hearts، فاضطرينا نرجع واحنا زعلانين جدا. رجعنا بقينا فين؟ تالنهايم. اوكي. next morning، تاني يوم الصبح بقى فجأة كده لقيت مين جاي لي؟ the chief of police. chief of police حاجة كده زي مدير الأمن. تمام؟ جاي وبيقول لي إيه؟ بيكلمني كمالك بقى. بيقول له ماي كينج، ذا بريتش امباسادور هاد ريبورتد ذات. السفير سوري ذا بريتش سوري ذا بريتش امباسادور سوري هاد ريبورتد ذات. سفير بريطانيا عامل بلاغ بيقول إيه؟ A young English man called رودولف راسندل got lost in يرزندا. إن في شاب يا جماعة اسمه رودولف راسندل got lost in يرزندا. تايه في منطقة زندة. وفعلا التحريات أثبتت إيه؟ We found his bags، لقينا شنط باسم الراجل ده فعلا at the train station near زندة، في محطة القطر اللي هناك. يمكن دي من أيام شابتر 1 لو أنتوا فاكرين، لما راح راسندل كان جه
وقال انزل اشوف كده الملك في الغابه، فساب الشنط هناك وما لحقش طبعا يرجع لان تهولت الاحداث وهو بقى بريتندنج تو بي ذا كينج، بقى هو الملك وكده تمام، فما رجعش ياخدها. تمام. فبيقول له كده، قال له ايه، لقينا كمان الشنط دي اند وان اوف هيز فريندز هو از كولد جورج فيذرلي، وليه واحد من اصحابه اسمه جورج، قال هي واز ترافلينج ويز انطوني دوموبان، ان الراجل ده كان مسافر مع واحده اسمها انطوني، لو فاكرينها ذا فرنش ليدي اون ذا ترين، الست اللي قابلها في القطر الفرنسيه دي. طب انا الملك انت جاي لي ليه؟ قال له I come to ask you if you know this woman، تعرف بس حد اسمه أنطوني دوموبان يا ملك؟ رد الملك قال له I hear that she and her guests أو she and her servants were guests of the duke، كانوا ضيوف عند الخدم بتوعها عند مايكل، كانوا ضيوف عند مين؟ مايكل. What should I do؟ طب تنصحني أعمل إيه يا ملك دلوقتي؟ قال له go back to Sirsa، ارجع أنت، I look into this for you، أنا هتولى الموضوع بنفسي. Return in 2 weeks. هتجي لي هنا بعد اسبوعين. I'll tell you what I have found. وهبلغك بنتيجة البحث ان شاء الله. تمام. طبعا هنا راسندل wanted him to be away. عايز يبعد مدة كافية عشان he needed time. خلص المهمة بتاعته. He needed time to complete his mission. تمام. عايز وقت ومدة كافية زي المستر احمد ما بيقول عشان يقدر ايه؟ يكمل. طب ما قالوش ليه؟ It's a secret plan. الخطة سرية. طبعا. هو جاي للملك، الملك هيقول له يروح انقذ الملك، مش هينفع. تمام. عشان كده تشيفو بوليس وانت اواي خد بعضه ايه ومشي. بس لسه في البلد ده ادى فرصه لمين يظهر بجراءه؟ روبرت هينزو. روبرت هينزو ابير. ظهر روبرت هينزو مش همه ليه، هي فيلت سيف انف تو ابير، حاسس بالامان الكافي انه يظهر. طب وايه الفكره في كده؟ as long as the chief of police is in Talanheim، طالما الراجل ده موجود هنا there is no chance for fighting، مفيش مجال للمعارك. ما هو راسندل ما يقدرش يهجم دلوقتي طول ما مدير الامن ده موجود، لان ببساطه اقول له في ايه يا ملك، هيفسرها له ازاي؟ صح. فعشان كده التاني ظاهر بجرأه ومش خايف. مين التاني؟ اسمع منكو. روبرت. ايوه روبرت هينزو. تمام يا اولادنا كده، برافو عليكم. طيب ظهر روبرت هينزو بقى رايدنج هيز هورس، شافه راسندل قال له هاو از ماي براذر، ايه اخويا عامل ايه؟ هاو از ماي براذر، اخو اللي هو ذا ريل كينج الملك هنا. قال له هيز فاين، او مايكل هيز فاين اند هي ويل بي سون ان سترلساو، هي ويل بي سون ان سترلساو، ومايكل هيرجع بسرعه سترلساو. عايز يقول له يعني ان مايكل ويل بي ذا كينج سون، قريب قوي مايكل هيتخلص من الملك ويبقى هو الايه؟ الملك الاصلي. بص له راسندل وابتدى بقى يستخدم ذكائه ويلعب على روبرت ده. فقال له ايه؟ روبرت واي ار يو دوينج ذيس؟ انت بتعمل كده ليه يا ابني؟ You are still young. انت لسه شباب. لسه صغير. You don't have to work for my brother. انت مش مضطر خالص تشتغل مع مايكل. تشتغل قتال قتلة ليه؟ تمام؟ وقف روبرت كده يفكر. قال له You may be right. معاك حق والله. قال له If you let our prisoner go free. والله لو ساعدتنا في تحرير الملك بتاعنا. I can help you. اقدر اساعدك. اقدر اساعدك. فكر وقال له You may be right. معاك حق. طيب نعمل ديل سوا. بص يا راسندل. Attack the castle bravely and I'll tell you when. اهجم انت على القلعه بقلب وما تخافش. I'll tell you when. وانا هبلغك بالتوقيت، هنعمل خطه سوا. تمام. بس ليا شرط. On condition. ايه شرطك؟ ده روبرت بيشرط على راسندل. هو بريتندد تو بي ذا كينج، اللي بيدعي انه الملك. قال له سابت اند فريتس ماست داي. لازم نموت سابت وفريتس. So must Michael and the king. وكمان نقتل مايكل والملك. This will leave only two men alive. وكده هيبقى في كام واحد عايشين؟ اثنين. You أنا وإنت. And me. أنا وإنت. You will stay king. تتنك ملك زي ما أنت. And I'll have a reward. Reward. أخذ مكافأة. وتكافئني أنا بقى بالشكل المناسب والشكل اللائق. أنا عملت معاك الواجب أهو. تعمل معايا أنت الصح بقى. ده مين بيقول كده؟ روبرت هينز بيقول لي مين؟ راسندل. الكلام ده فين عشان ما ننساش؟ في تالنهايم. راسندل مش مصدق نفسه. اصله بيكلم مين؟ روبرت هينز. ده احنا عارفين ده حاجه زي دراع مايكل اللي مين كده؟ وان اوف ذا سكس مين هو ار سبوزد تو بي سولايل تو مايكل. المفروض دول مخلصين جدا. ففي لحظه بيخون فقال له ايه؟ ايه ده؟ ويل يو ريلي اجين ويل يو ريلي ورك اجينست مايكل؟ انت بجد هتخون مايكل؟ معقوله انت هتخونه بسرعه كده؟ قال له هيز نوت ا جود مان، ده راجل سيء الخلق. اي نيرلي كيلد هيم لاست نايت، هي اولويز ميكس مي انجري،
دايما مزعلني اي نيرلي كيلد هيم لاست نايت وكنت هخلص عليه امبارح. ده مين اللي بيقول كده؟ روبرت هينزل. روبرت ثينك كيرفولي اباوت ماي بلان راسندل. فكر في خطتي يا راسندل. اند هي رود اواي وراح واخد بعضه بحصانه. رود اواي او رود فاست يعني خد بعضه ايه ومشي. ما بنقولهاش ووك لانه مش ماشي على رجله، بنقولها رود بيكوز هي از رايدنج ا هورس لانه راكب الايه؟ الخيل. تمام؟ نيكست مورنينج تاني يوم عنجي بوي كيم تو راسندل. دخل كده ولد شاب صغير كده على راسندل with a letter ومعاه ايه؟ جواب. من مين الجواب ده؟ from Antoine de Maupin. من مدام أنطوني de Maupin the French lady who is famous for wealth and ambition. الست الفرنسوية دي الفرنسية اللي قلنا مشهورة بالطموح والثروة بتاعتها. بعتها بتقول له ايه؟ I warned you before. انا حذرتك قبل كده يا راسندل. لو انتوا فاكرين فين؟ ايوه في السمر هاوس. برافو عليكم يا جماعه. صح في السمر هاوس. وين شي تولد هيم اباوت مايكل زبلان لما حكيت له خطه مين؟ مايكل. تمام؟ فبتقول له اي ورند يو بيفور. للاسف مايكل نيو ذيس. مايكل عرف. عرف الكلام ده. ذات اي بتريد هيم ان انا خنته. خنته يعني ايه؟ يعني تولد راسندل اباوت مايكل زبلان. طلعت اسراره. حكيت لك اه طلعت اسراره. فنتيجه كده مايكل عمل ايه؟ احتجزها. مايكل بالظبط. هيلد هير ا بريزنر in his castle. حبسها في القلعة. in his mansion. بالضبط فين في المانشن؟ بس مش حبسها فقف أوضة زي الملك. لا. نظام تحديد إقامة. يعني بتتحرك وتروح وتيجي كده round the mansion, round the castle في المنطقة دي. لكن ممنوع الخروج من القلعة خالص. تمام؟ مش حبس في أوضة يعني. فبتقول له now he couldn't trust me. ما بقاش يثق فيا. ليه؟ because I helped you at the summer house. لأن أنا ساعدتك في السمر هاوس and told you about his plan. وقلت لك خطته. نتيجة كده ما يجي طبعا سؤال بيجي كتير يقول لك why in your opinion ليه في رأيك مايكل اضطر كان لازم كان يجب يعني hold Antoinette a prisoner يحبس Antoinette ببساطة because he she revealed trust her. ما بقاش يثق فيها and she revealed his secrets. She revealed his secrets. أو مستر أحمد بيقول لنا she revealed his secrets. كشفت السر أو she told him about his plan. كلمته وعرفته خطته to get rid of the king to take the crown للاستيلاء على الإيه؟ على العرش. فبتقول له كده أيوة يعني بعت عايزة إيه برضه في الجواب؟ بتقول له please if you can rescue me يعني save me انقذني from the house of murderers. الحقني من بيت المغتالين القتلة ده. تمام؟ بمناسبة القتلة لما يجي قلنا مثلا في الجزء بتاع قتل ماكس وولف يقول لك do you think that راسندل was a criminal؟ هل راسندل مجرم على اساس انه قتل ماكس هولف يعني؟ لا. اكيد لا. قلنا he had to kill him. كان مضطر انه يعمل كده. مضطر انه يقتله because he himself could be killed. كان هو نفسه ممكن ايه؟ يتقتل. يموت. المهم بقى انطوانيت نرجع انطوانيت قالت له ايه؟ rescue me انقذني لو سمحت لو تقدر from the house of murderers من بيت القتلة المغتالين ده. راسندل was sad زعلان. ليه؟ بيقول I could neither help the king nor Antoinette de Maupin. لا عارف انقذ الملك ولا عارف انقذ مدام Antoinette de Maupin. What should I do؟ ده كمان جاله خبر وحش. ايه؟ طبعا هو سايب الشعب بقى له فتره. People of Strelsau weren't happy. الشعب مش مبسوط دلوقتي. ليه؟ Because the king had been away for a long time. الملك بقى له فتره ايه؟ مش ظاهر على الشاشه. مش موجود في الاحداث. مش ظاهر على الشاشه زي ما مستر احمد بيقول. عشان كده بيبول ورساد. الناس زعلانه بقى الشعب. والانجري. عشان يهدي الشعب شويه عمل اشاعه بتقول ايه؟ طبعا احنا عارفين ان فلافيا is supposed to marry the king. من المفروض ان فلافيا هتتجوز الملك. عملوا اشاعه بتقول انه we have already arranged a date for wedding. احنا حددنا ميعاد الفرح خلاص. So people were happy. فالناس ابتدت ايه؟ تنبسط شويه وتنسى موضوع ان الملك مش ايه؟ مش موجود ده. بص لقى مين جاي له؟ يوهان. He's a spy. الجاسوس بتاعه. Who became a spy and began to tell him everything about the castle. اللي ابتدى بقى يحكي له دلوقتي كل حاجه فين يا جماعه؟ بتحصل في القلعه. بتحصل في القلعه. جه قال له الحق بقى. The king is very very weak. خلاص الملك بيحتضر. If you don't save him he will surely die. وهيموت لو انتم ما لحقتوش تتصرفوا بسرعه. ده مين بيقول كده؟ يوهان. وقال له من كتر ما الملك تعبان his brother Michael اخوه brought him a doctor.
قبل الدكتور. After examining the king. بعد ما الدكتور فحص الملك قال ايه؟ قال the king is to set free. لازم يعني must be set free. نصح مايكل بكده. He advised Michael to set the king free. Set the king free. الحق سيب الملك. Or he would die. يا اما ممكن ايه؟ يموت. تمام؟ لكن طبعا مايكل couldn't do this. ما يقدرش يعمل كده. Instead. ده بدل من كده عمل ايه بقى؟ مايكل ordered his men. ادى اوامر لرجالته to imprison the king. To imprison the doctor with the king. To put the doctor with prison with the king. يحبسوا الدكتور مع مين؟ مع الملك. Until he gets better. لحد ما الملك يتحسن. Or dies. أو يموت. مش مهم بقى إيه اللي يحصل الأول. تمام؟ بس يقول لك حاجة. النهاردة يجي لي سؤال يقول لي إيه؟ مايكل had to imprison the doctor with the king. اضطر مايكل يحبس الملك أو يحبس الدكتور مع مين؟ مع الملك. Is that right? In your opinion. هل ده صح؟ ممكن أقول آه صح. ليه؟ If Michael let the doctor go. لأن لو مايكل let the doctor go ساب الملك يمشي كان هيحصل إيه؟ ساب سوري الدكتور يمشي. The doctor would tell people هيبلغ الشعب إن الملك that the king is a prisoner there. إن الملك سجين. محبوس. By his brother Michael at the castle. ومين اللي حبسه؟ أخوه. فالدنيا تتقلب على مين؟ تمام. على مايكل. يبقى هنا مايكل had to. برضو مايكل اضطر. اضطر بالظبط. To imprison the doctor with the king. إنه يحبس الدكتور مع مين؟ مع الملك. مع الملك. Okay. يوهان also told him. يوهان كمان قاعد يقول له everything he knew about the castle. كل اللي يعرفه عن القلعة. He told him about people who guarding there. الناس اللي بتحرس هناك. Who stay at night. مين اللي بيسهر بالليل يحرس. Who had the keys. ومين اللي معاه المفاتيح. He told him as much information as he could. كل اللي يقدر إيه عليه من معلومات حكاه له. Okay. استفاد طبعا منه راسندل. فقال له طب بقول لك ايه. I'll give you 50,000 pieces of gold if you do what I ask you tomorrow night. لو نفذت اللي هطلبه منك بكره بالليل هديك 500 هديك 50,000 pieces of gold 50,000 جنيه استرلي او قطعه ذهب يعني سوري تمام 5000 جنيه ذهب يعني. قال له ماشي اتفضل قول ايه المطلوب. قال له I heard that there are new servants at the castle. انا سمعت ان في ناس جديده من الخدم وصلوا القلعه وبيخدموا هناك. سؤالي ليك بقى يا يوهان. Do these people know؟ هل الناس دي تعرف الخدم دول؟ The prisoner is the king. ان اللي محبوس ده الملك is the real king. هو ملك البلد الاصلي. قال له لا ما يعرفوش. They don't know. قال له حلو. If they saw me يبقى معنى كده انهم لو شافوني انا يعرفوا ان انا الملك. I am the king. بالظبط. هيفتكروني مين؟ الملك. الملك. قال له exactly. بالظبط كده. قال له طب جميل قوي. Go back. ارجع انت بقى. Give this letter to Antoinette Dupin. هتدي الجواب ده لمدام Antoinette Dupin. تمام؟ يبقى اللي مطلوب منك give this letter to Antoinette. And open the front door of the mansion. عايزك بقى open the front door of the mansion. تفتح لي الباب الامامي للمانشن ده. مانشن اللي هو البيت اللي ورا القلعه قلنا عليه. تمام. Open the front door of the mansion. هتفتح لي الباب ده امتى؟ at 2 الساعه 2 بالظبط. يبقى يوهان مطلوب منه ايه؟ لما اجي اقول يوهان مطلوب منه بالانجلش سهله قوي. اقول يوهان از asked to او يوهان was asked to. از asked to او was asked to مطلوب منه حاجتين. To open the front door او to open the door of the mansion at 2 يفتح الباب الساعة 2 بالليل. تمام. Okay. And give a letter to Antoinette Dupin. وتسلم الجواب ده لمين؟ Antoinette. Now go. Ask no more questions. يلا. بالسلامة أنت بقى أمشي. مشي مين؟ يوهان. راح سبت مجمع بقى وراسند المجمع الرجالة. سبت وفريتس والناس. And he began to tell him أو tell them about his plan. وابتدى يحكي لهم هنعمل إيه وخطتنا إيه. قال لهم بصوا يا جماعة. Tomorrow night. بكرة بالليل إن شاء الله. At 2. على الساعة 2 بالليل. هو بص بقى كاتب إيه في الجواب؟ لمين؟ لأنطوانيت. He asked Antoinette in his letter. طلب منها إيه في الجواب؟ To cry out. تصرخ. Cry out at 2. قال لها تصرخ الساعة كام؟ الساعة 2. 2. At the same time. في نفس التوقيت ده. يوهان would open the door. هيفتح الباب. هيكون يوهان بيفتح الإيه؟ الباب. الباب.
سبت and his men would enter. يوم سبت ورجالته ايه؟ يدخلوا. would enter the castle. يوم داخلين القلعة. تمام؟ At this time Michael would come to see what's going on. هيجي مايكل يشوف ايه الحكاية؟ ايه اللي بيجرى ده؟ سبت and his men would take Michael would arrest him. هيقوم سبت ورجالته قابضين على مين؟ على مايكل. طب والخدم؟ When the servants saw me, لما يشوفوني, they would think I'm the king. هيفتكروني مين؟ الملك. If they helped me, it's okay. No problem. والله ساعدوني, مفيش مشكلة. If they refused, لو رفضوا, وكان ولاءهم لمايكل, we have to tie them. لازم نقبض عليهم هم بصورة, هنقبض عليهم هم كمان. Remember, we don't have time. طبعا خلي بالكم مفيش وقت, لأن كان في خطة زمان. إن in case of attacking the castle, في حالة الهجوم على القلعة, the king would be killed. الملك هيتقتل. There are only two people guarding him. هيبقى في اتنين من الحرس موجودين. عشان كده we must do quickly. We must do everything quickly. لازم الموضوع يتم إيه؟ بسرعة. تمام؟ At the same time, في نفس الوقت بقى ده, هنكون عاملين كاموفلاج كده, حركة تمويه, عشان ما حدش يعرف هجومنا ده. إيه؟ The marshal, Marshal Strachan, is asked to guard Talenheim. مطلوب منه يحرس Talenheim, which would be full of light and noise. اللي احنا بقى هنزينها كده ونعمل ايه؟ To make people think that we are having a ball. هنحسس الناس ان احنا عاملين حفلة, عشان ما حدش يعرف ان احنا في التوقيت ده ايه؟ في هجوم. طبعا we may not come back. ممكن ما نرجعش. If we don't come back, and they might be killed. ممكن يموتوا طبعا. It's a possibility. احتمالية انهم يموتوا فعلا. فبيقول لهم if we don't come back, لو ما رجعناش, the marshal is asked to, مطلوب ان المارشال to go back to the castle, يرجع بسرعة على القلعة, asked to see the king, ويطلب انه يشوف الملك. If he doesn't see him, ولو ما قدرش يشوف الملك, quickly he would go back to Flavia. يرجع لفلافيا تاني. And take her back to Strelsau. وياخدها على العاصمة Strelsau. ليه؟ ويعلن where she becomes a queen. خلاص. ويخليها هي الايه؟ الملكة بتاعت البلاد. ليه كده بقى؟ To stop Michael. To prevent Michael from taking the crown. عشان يمنع مايكل من الاستيلاء على الايه؟ العرش. يضيع عليه الفرصة. تمام؟ تمام. فقال لهم This is my plan. دي خطتي. It's okay. خلاص. ماشي يا راسندل. Next morning أو at night بقى بالليل حصل كده. سبت احنا معدنا الساعة 2 بالليل على الساعة 1 بقى كده. سبت and his men went out. خرج سبت ورجالته. They waited near the mansion. وقفوا قريب كده منين؟ من المانشن, البيت اللي احنا قلنا عليه المانشن. اوكي اللي ورا ده. They stopped there waiting for the door to be open. مستنيين بقى الباب انه ايه to be open, يتفتح. مين اللي هيفتح الباب لو احنا فاكرين؟ يوهان بالظبط كده. فواقفين مستنيين الايه؟ الاشاره. راسندل took another way, مش لوحده, خد طريق تاني. He climbed down the moat, راح نازل في قلب الموت. اوكي with his ropes, بالحبال دي. And he began to swim slowly, وابتدى راسندل يعوم بالراحه. And he reached the stone pipe, وصل لحد الستون بايب, which was already fixed, لها اتصلحت. هو كان هز الستون بايب دي, حركها من ثباتها ومن مكانها شويه. لا it's already fixed, لا سليمه. اوكي he decided to go back, قال ارجع انا بقى. he came back, راجع لسه هيطلع. suddenly he saw, بص كده شاف ايه؟ he heard the voices, سمع صوت. and he saw, وبص لقى اتنين. مين؟ روبرت هينزو. واحد اسمه روبرت هينزو. and the جوتيت, ومعه دو جوتيت the French man, الراجل الفرنسي. two of the foreigners, two of the six men, اتنين من الاجانب او من السكس من. و they were walking on the drawbridge, ماشي كده على drawbridge, الكوبري اللي احنا قلنا عليه اهو, اللي هو connect the castle to the mansion, اللي بيربط هنا بهنا. طبعا احنا عاملينه هنا في الوش, هو المفروض في الظهر, بس احنا عاملينه كده عشان نوضح بيه بس, لكن هو ورا بيوصل ده بده بالبيت اللي ورا هنا يعني. بس احنا لو رسمناه ورا مش هيبان ليكم, فاحنا بس عاملينه كرؤيه للايضاح مش اكتر كده, عشان ما حدش يقول هو ازاي هنا وهيوصل هنا. لا هو ده المفروض ورا الدرو بريدج. لقى دوجوتيت ماشي وروبرت هينزو, وروبرت بيقول له ليتس جو اكروس بيفور ذي ليفت ذا درو بريدج, يلا نطلع بسرعه قبل ما يرفعوا الدرو بريدج. عدوا
مفيش ثواني، لا ايه، روبرت هينزو كيم باك اجين. لا روبرت جاي لوحده، لوكينج اراوند، بيبص حواليه. هي كلايم داون سام ستيبس، راح نازل كده على بعض سلالم تحت زي السلالم بتاع حمام السباحه اللي ما بتبقاش باينه دي في الميه. اوكي كلايم داون قلناها من شويه، ينزل يعني كده سام هيدن ستيبس، بعض سلالم كده، اند ديسابير، اختفى. اختفى. اي وندر وات هي واز دوينج. قعدت اقول لنفسي هو بيعمل ايه ده؟ perhaps he might have a plan. جايز هو كمان عنده خطة، عنده خطة. Maybe we don't know. مش عارفين. If you wanted to know what's going on. لو عايز تعرف ايه اللي بعد كده. If you are interested in this novel ومهتم تعرف الأحداث. Follow us. خليكم معانا على قناة الصحة والجمال مدرس على الهواء. Next episode إن شاء الله الحلقة الجاية. We are going to complete this interesting, exciting novel. هنكمل القصة المثيرة دي إن شاء الله. I hope that you benefit. I hope you have a fruitful day. And إن شاء الله, nice time for you. And I'd like to thank خالد. Mr. Ahmed and the whole team. Thank you. طبعا استمتعنا جدا بالشرح الجميل بتاع الحلقة النهاردة. ما شاء الله عليك كالعادة معايا. وطبعا معنا مستر خالد عطية أحد مؤلفي كتاب مدرس على الهوى، هيدينا نبذة عن الكتاب والمحتويات بتاعته. اتفضل يا استاذ خالد. ان شاء الله الكتاب بالامانه وبدون اي مجاملات كتاب فيه جهد وفير جدا، والخبره بتفرق يا جماعه كتير. الناس اللي عامله الكتاب فعلا من افضل وهامات وقامات مدرسي اللغه الانجليزيه مع كامل التقدير والاحترام للجميع، لكن الناس دي فعلا لان فيهم بعضهم اعرف معرفه شخصيه، ناس افاضل وعندهم من العلم ما لا يعد ولا يحصى بالامانه. فبالامانه هنقدر نستفيد جدا من الكتاب. هم كل الخبرات بتاعتهم مجمعه عندك في كتاب مدرس على الهوى، اللي ان شاء الله يبقى طريقك للنجاح والتفوق. لان احنا عاملين حوالي 30 امتحان بالمودل انسر، وعاملين حوالي 1000 جمله تشويسز تمام على المنهج كله. لان طبعا انت عارف عندك مشكله لما بتحل على كل يونت لوحده بتحل كويس، لكن لما بنيجي نجمع 5-6 يونت مع بعض بتبدا ايه الاخطاء تزيد شويه. اللي هيمكنها من كده براكتس، الممارسه. عشان كده ان شاء الله انتظرونا في كتاب مدرس على الهوى بعد اذن مستر احمد. اتفضل. كفر. انتظرونا ان شاء الله في كتاب مدرس على الهوى، يعني ان شاء الله it will benefit you a lot. هيفيدك جدا جدا ولا غنى عنه للتفوق، فعلا طريق التفوق. وكامل الشكر والتقدير طبعا لزملائي مؤلفي الكتاب بقياده طبعا مستر احمد السعيد، وان شاء الله حظ موفق للجميع باذن الله. شكرا. زي ما مستر خالد قال لنا، طبعا كتاب مدرس على الهوى يعتبر معنا بقى من المع نجوم التدريس اللي بيجمعوا بين الخبره معايا، وزي ما شايفين كده على الشاشه، تمام؟ زي ما شايفين كده على الشاشه في معنا مستر نبيل بكير، مستر محمد منصور، مستر خالد عطية، مستر خالد عبد الهادي، مستر محمد فتح الباب، مستر صبري غنيم، مستر صلاح عبد الله، مستر رمضان التركي، ودول يعتبر ايه مؤلفي كتاب مدرس على الهوى. وطبعا احنا بننوه وناكد الكلام اللي قاله مستر خالد، الكتاب فيه كم كبير جدا من التمارين لا يستهان بها. خبرة المدرسين دي يعني معانا مثلا مستر نبيل بكير خبرة مش اقل من 40 سنة في التدريس ما شاء الله. طبعا اقل حد سنا وليس مقاما مش اقل من 20 سنه في الخبره في مجال التدريس. فهتلاقوا كم تمارين كويس جدا في الكتاب، معانا بتاع حوالي 30 امتحان باجابتهم، معانا حوالي 1000 جمله اختياري باجابتهم، معانا شرح القصه من خلال سين وجيم بشكل تفصيلي، وطبعا عاملين الاجابه في ملحق سيبريتد منفصل، بحيث اي كتاب اخر اي مدرس اخر عايز يستعين بالكتاب هيبقى هو المتحكم من ان هو يدي الاجابه للطالب في الوقت اللي هو يحدد. بس كل نسخة هتنزل من الكتاب لها ملحق إجابة منفصل بيتوزع تمام. معاها تمام. بنشكركم في آخر حلقتنا، وإن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا.